متابعي تلفزيون اليوم السابع، برحب بحضراتكم في تغطية خاصة وعاجلة. أحداث سريعة تشهدها الساحة اللبنانية منذ انفجار مرفأ بيروت، تظاهرات ضد الحكومة واشتباكات مع قوات الأمن ومطالبات بمحاسبة المسؤولين والمتسببين في الحادث، وجهات التحقيق تبدأ في تحقيقاتها، وفي النهاية حكومة غسان دياب تتقدم باستقالتها والرئيس اللبناني يكلفها بالاستمرار في تصريف الأعمال. نعم رامي، ولتفاصيل أكثر حول استقالة الحكومة والأحداث في لبنان الآن معنا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، والتي قدمت استقالتها اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء. سيدة زينة، أهلا بك معنا. أهلا فيكم، شكرا. عفوا سيدة زينة، في البداية يعني اضطرت الحكومة اللبنانية لتقديم استقالتها للمطالبات الشعبية في الشارع اللبناني، هل ده نتيجة اقتناع بطلب الشارع اللبناني؟ نعم، نحن الحقيقة الحكومة قدمت استقالتها لأول سبب بخصوص الكارثة اللي حصلت من خلال الانفجار بمرفق بيروت، واللي عمل بيروت مدينة منكوبة أدت لاستشهاد عشرات أو مئات الشهداء وآلاف الجرحى. فهيدي اقتضى منا نحن الاستقالة، لأنه الحكم مسؤولية. وبالنسبة للمتظاهرين على الأرض، أكيد مطالبهم محقة، ونحن من أول يوم وبالبيان الوزاري كان كل مطالب الحراك هني كانوا يعني داخلين من ضمن البيان الوزاري للحكومة اللي أقر من جميع أعضاء الحكومة، فهني مطالبهم محقة، وأكيد نحن كنا عم نشتغل عليهم. بس أنتوا بتعرفوا بفترة 5 أشهر اللي نحن كنا فيها بالحكومة قديش في كان أمور كتير ضاغطة علينا، من يعني بنحكي فيهم هلأ بعد شوي. سيدة زينة، يعني هل تقديم الحكومة للاستقالة هو يعد حل للأزمة الآن؟ لا، مش حل للأزمة أكيد لا، بس نحن اعتبرنا أنه يمكن إذا بترجع هلأ بتتجي حكومة سريعة يمكن تساعد أنه تنحل الأزمة الموجودة. يعني نحن منطالب بحكومة بتشكيل حكومة سريعة لمصلحة لبنان نزيهة، ويكون في إنتاجية عالية، لأنه البلد وضعه ما بيحمل لا التأخير ولا عدم العمل بسرعة لحل المشاكل الموجودة. سيدة زينة، ذكرتي خلال جلسة مجلس الوزراء أنك قررت الاستقالة منذ حوالي شهر لأنك شعرت بعدم الإنتاج في هذا الظرف الصعب، لكنك تريستي، هل هذا يعني يعتبر اعتراف بالتقصير أو فشل؟ لا، لا فشل ولا اعتراف بالتقصير. أنا شخصيتي يعني، وهلأ اللي تعرف علي وعرفني، أنا من نوع اللي بؤمن بالشغل بأوقات طويلة. كل الوزراء اشتغلوا وتعبوا كتير، بس أنا بالنسبة لي بعتقد أنه كان فينا نعمل أكتر من ما عملنا. يعني مش تقصير، ولكن أكيد كان فينا ننتج أكثر من ما أنتجنا. وإجت يعني، وأنا طرحت الاستقالة تبعيتي من قبل لسبب أنه يعني كنت حس شوي أنه مثل ما قلت لازم يكون في سرعة أكثر، قرارات جريئة أكثر. هيدا كان السبب الأساسي. طيب خليني يعني أستكمل كلام حضرتك وإجابتك بهذا السؤال. وبيان الاستقالة حمل كثير من المعلومات عن أن الفساد متجذر في كل مفاصل الدولة، هل الحكومة لم تكن قادرة على التصدي لهذا الفساد؟ هلأ نحن بحكومتنا بهالفترة 5 أشهر بالنسبة يعني عنا ما كان في فساد أساساً. خلينا نكون كتير صريحين، ما في مصاري بالدولة تيكون في فساد بالأساس. والوزراء اللي اجوا منهم وزراء لا سياسيين ولا جايين هن كرمال يستفيدوا. الوزراء كان همهم ينقذوا البلد، والحقيقة كله اشتغل وحط وقت كتير طويل لا يحاولوا يساعدوا بقدر الإمكان.
طيب سيدة زينة، خليني أسألك، ما هي الخطوات التي ستتم اتخاذها من قبل الحكومة اللبنانية خلال الأيام المقبلة لمواجهة الأزمة، يعني لحد تشكيل حكومة جديدة أو لحين تشكيل الحكومة الجديدة؟ نعم، هلأ أنتم بتعرفوا حكومة تصريف أعمال ما بتقدر تعمل لا مراسيم ولا مشاريع قوانين، في كتير إشياء ما فيها تعملون. هيدي أكيد بتأيد الحكومة كتير بعملها، ولكن نحن حنبقى نصرف أعمال لآخر دقيقة، وحنبقى نشتغل ليل نهار تنقدر نخفف من وجع الناس والمواطنين، لأنه هيدا واجب علينا. هل ستقوم حكومة تصريف الأعمال بفتح تحقيق فيما حدث في مرفأ لبنان، ولا حيتم الانتظار لفتح التحقيق في الحكومة المقبلة؟ لا لا، التحقيق انفتح من أول يوم وبلش، ونحن اليوم بمجلس الوزراء أقرينا بآخر الجلسة على يعني كل الأشخاص، يعني على أنه يكون في تشديد بمحاكمة المسؤولين، كل مسؤول مهما على شأنه بهيدي الجريمة اللي صارت. الحقيقة جريمة كتير كبيرة وكارثة كتير كبيرة. بالفعل، بصفتك سيدة زينة يعني نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، من المسؤول عن انفجار بيروت؟ وهل توجد شبهة جنائية؟ هذا تساؤل يعني يعم الشارع العربي. صحيح. بأكمله، يعني هلا انتم بتعرفوا نظرا لحجم الكارثه صار في كثير تاويلات وتكهنات، وانه ما يتم التداول فيه حول اسباب الانفجار اللي هو طلع كثير، هو كله رهن نتائج التحقيق. نحن بالنسبه لنا لازم ننتظر انهاء التحقيقات العدليه لنبني على النتائج اللي بتطلع. هلا تم توقيف عدد كثير كبير، قطعوا 20 شخص، ولكن كل يوم عندهم يعني استدعاءات جديدة عم بتتم. فيعني إن شاء الله واعدين القضاء، وبتعرف القضاء بيبقى يعني ما بيعلنوا عن هني شو عم يعملوا، سري بيكون، بس واعدين بسرعة كتير كبيرة إنه تطلع نتائج هالتحقيق، وما بعتقد منحمل إنه يكون في تأخير بهيدا الموضوع، لأنه المسؤول لازم يحاسب بهيك جريمة كبيرة. تمام. طيب هل هناك ترشيحات لاختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة اللبنانية القادمة؟ هل هناك توافق على شخص ما من اختيارات الشارع أو إلى ما شابه؟ لا، بعد لهلأ ما في. هلأ رئيس الجمهورية بيدعي للاستشارات، وبعد ما حدد أي يوم يعني، بس عادة بياخدوا بالأول كم يوم هن بيستشيروا بين بعضهم، بعدين بيعلنوا الاستشارات الرسمية وبتبلش. بالفعل. طيب سيدة زينة، يعني هل تمثل الأحداث الجارية في لبنان الآن عائق أمام تشكيل حكومة جديدة، خاصة أن الحكومة المستقيلة جاءت بعد فترة طويلة استمرت حوالي 3 شهور من الإطاحة بحكومة الحريري بسبب الخلاف بين القوى السياسية لديكم؟ هلأ تاريخياً نحن ما بيصير تشكيل حكومة سريع، صحيح يعني، وأقصر مدة بعتقد كانت 2 لـ3 أشهر. هالمرة يعني منتأمل إنه المسؤولين يعني يحسوا بإنه هيدا الموضوع ما بيحمل هالمرة، ولازم يكون في حكومة ما بيشوبها أي نوع من الفساد، ولازم تتشكل بطريقة سريعة، لأنه ما بيحمل وضع البلد لا الاقتصادي ولا الكورونا ولا هالحادثة الكبيرة الحزينة، والشو بدي يعني ما في كلمات بتوصف هالحدث اللي صار. فلازم يكون في وعي عند الجميع لتأليف حكومة سريعة. سيدة زينة، دعيني أسألك سؤال أخير قبل إنهاء هذا اللقاء. كيف ترى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للبنان وجمع توقيعات لعودة الانتداب الفرنسي إلى ما شابه؟ ما رأي حضرتك في هذا الشأن؟ هلأ نحن أكيد الوضع الاقتصادي كتير سيء، في عنا كمان نحن بنعرف أنه عنا نظام لازم يتحدث، وعنا منظومة مستفيدة من سنوات وسنوات وسنوات، كمان هيدي لازم يصير في يعني تغيير فيها. الناس تعبت وهيدا حقهم، ونحن كنا واعدين أنه نحن نقدر نساعد، بس بفترة قصيرة الحقيقة وبكل المشاكل اللي اجت بهالفترة الـ5 أشهر ما خلتنا أنه نقدر نوصل لكل مطالب الناس اللي هني مطالبين فيها، واللي نحن منقول أنه هي مطالب محقة.
ومن واجب كل مسؤول بالدولة اللبنانية يأمنها. يعني لهلأ نحن عنا مشاكل ب يعني بالمدارس الحكومية، عنا بالكهرباء، عنا بالطرقات، عنا كتير كتير مشاكل بعدها موجودة. يعني حضرتك بتقري أن هذا رد فعل عكسي لما حدث في مرفأ بيروت؟ عفوا، حضرتك بتقري أن هذا رد الفعل لتوجيه دعوات الانتداب الفرنسي هو رد فعل عكسي من الشعب اللبناني بعد يعني مرفأ بيروت؟ أنت إذا بتحطي حالك محلنا وقتها بتعرفي أنه من وراء سبب إهمال تم جرح فوق 6-7 آلاف، يعني نتيجة هالإهمال 6-7 آلاف جريح ومئات القتلى، شو بتنتظري من الناس؟ أكيد بده يكون في غضب كتير، وهيدا حقهم، وهيدا غضب مش بس منهم، منا كلنا سوا. يعني ما حدا فينا بيقدر يقبل ويستوعب فكرة إهمال تودي لهالجريمة الكبيرة اللي صارت بلبنان. ومشان هيك نحن منطالب بمحاسبة، وكل الشعب اللبناني بيطالب محاسبة. صحيح صحيح. سيدة زينة عكر، نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني ووزير الدفاع، بنشكر حضرتك على وجودك معنا في تلفزيون يوم السابع في هذه التغطية. شكرا لكم. شكرا لحضرتك. انا بس بحب احكي كلمة أخيرة، اللي هي بنحب نقدم الشكر، برجع مرة تانية لحكومة وشعب مصر اللي وقفوا حدنا وساعدونا ولمواساتهم لنا. شكرا كثير لكم. شكرا لحضرتك، وكل الدعم للإخوة في لبنان وكل الأشقاء العرب. تحياتنا لكم متابعينا، كانت هذه تغطية خاصة وعاجلة من تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا لكم.